الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله نشرع في مذاكرة ما يتعلق بسورة الأنفال. وأول ما نبدأ به الحديث عن المقدمات الخمسة التي اعتاد الناس على مذاكرتها في بداية تفسير كل سورة. المقدمة الأولى، هذه السورة المباركة اسمها في جميع المصاحف سورة الأنفال، وقد سميت كذلك بسورة بدر، فثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكرت له سورة الأنفال فقال تلك سورة بدر. ومراده رضي الله عنه أن هذه السورة قد تناولت آياتها الأحداث التي وقعت في غزوة بدر الكبرى. ثم المقدمة الثانية، هذه السورة مدنية باتفاق أهل التفسير، سوى آيات يسيرة منها، من ذلك قول ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما بعدها، فقد ذكروا بأنها قد نزلت في مكة. ثم المقدمة الثالثة، هذه السورة المباركة فيها 75 أو 76 آية على اختلاف علماء المصاحف في العد، في عد الآي، إما أن تكون آياتها 75 أو 76 آية. وقد اشتملت على 31,600 كلمة، 1,631 كلمة كما قال ابن كثير رحمه الله. وأما حروفها ف94,205 حرف، فيها 5,294 حرفا. وأما المقدمة الرابعة، فما وجه الشبه بينها وبين سورة الأعراف، السورة التي قبلها؟ عد الإمام الشهاب الألوسي رحمه الله في تفسيره 5 أوجه للشبه بين هذه السورة وبين سورة الأعراف التي قبلها. أول هذه الأوجه أن سورة الأعراف في خواتيمها قول ربنا جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه السورة، سورة الأنفال، في أولها بيان لحال المؤمنين مع القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثانيا، في سورة الأعراف بيان لحال المشركين مع القرآن وسوء زعمهم فيه، قال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وفي هذه السورة المباركة كذلك قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم الوجه الثالث من أوجه الشبه أن في سورة الأعراف تفصيلاً لخبر قوم فرعون حتى أهلكهم الله عز وجل،
وفي هذه السورة إجمال كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ثم الوجه الرابع من أوجه الشبه في سورة الأعراف ذكر لخبر الأنبياء مع أقوامهم، ذكر خبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع أقوامهم. وفي هذه السورة أيضا ذكر لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه الذين عاندوه وكذبوه وآذوه وأخرجوه ومكروا به ليقتلوه. ثم الوجه الخامس في سورة الأعراف قول ربنا جل جلاله وأمر بالعرف. وفي هذه السورة وجوه كثيرة من المعروف الذي أمر الله عز وجل به. ثم المقدمة الخامسة ما هي الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة؟ الغرض الأول بيان حكم الأنفال وكيفية قسمتها. نجد في أول السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ونجد في ثنايا السورة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم الغرض الثاني التنويه بما كان يوم بدر من نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم الغرض الثالث الأمر بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والغرض الرابع الأمر بالاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والغرض الخامس بيان سوء حال المشركين ومآلهم وأنهم شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون. ثم من أغراض السورة كذلك الأمر بالثبات في مواطن القتال والنهي عن الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أغراض السورة التذكير بنعمة الله عز وجل، وهي نعم متعددة، كيف أنهم كانوا قليلا فكثرهم، كيف أنهم كانوا مستضعفين فقواهم، كيف أنهم كانوا غير ممكنين فنصرهم. ومن أغراض السورة كذلك زرع الأمل في قلوب المشركين أنهم إن تابوا وأنابوا فإن الله عز وجل سيخلف عليهم بخير مما أنفقوا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومن أغراض السورة كذلك بيان سفه المشركين وقلة عقولهم حين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديعا. ثم من أغراض السورة التنفير من حال المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الأغراض. أيها الإخوة الكرام، قد رأيت أننا قبل أن نشرع في مذاكرة آيات هذه السورة المباركة لا بد أن نلم
بطرف من أحداث غزوة بدر، لأننا لو أحطنا بها علما فسيسهل علينا أن نفهم كثيرا من آيات هذه السورة المباركة. وخلاصة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يؤذى أصحابه ويحاصرون ويعذبون حتى قتل بعضهم تحت التعذيب. وكانت آيات القرآن تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة، وقد عانوا في ذلك ما عانوا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من نعم الله عز وجل عليه أن أذن الله له ولأصحابه في القتال، فأنزل جل جلاله قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنفاذ أمر الله عز وجل مبينا لأصحابه الكرام فضائل الجهاد ومناقب المجاهدين، وأن الجهاد سنة ماضية إلى يوم القيامة، وأن الجهاد لا ينصر الدين إلا به، سواء كان جهادا للنفس أو جهادا للشيطان أو جهادا للكفار أو جهادا للمنافقين، سواء كان جهادا باللسان أو جهادا بالمال أو جهادا بالنفس، هذا كله مما استفاضت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من قدر الله عز وجل في جمادى الأولى أو الثانية من السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة أن عيرا لقريش قد خرجت تريد الشام، وكانت قافلة ضخمة يقودها أبو سفيان بن حرب ابن أمية بن عبد شمس، ومعه 20 من صناديد قريش، وما بقي رجل في قريش له مثقال أو دينار إلا وقد ساهم فيها، قافلة تجارية ضخمة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل أن يستولوا على تلك القافلة انتقاما من المشركين الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق، واستولوا على تلك الديار واستولوا على الأموال، ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من أصحابه، لكن قدر الله عز وجل أن تلك العيرة قد أفلتت، لأن قريشا بدأت تتحسب للأمر وتتقي أن ينال المسلمون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وادع بني مدلج من أجل أن يحيد تلك القبائل التي كانت على الطريق، ورجع صلوات ربي وسلامه عليه ومعه أصحابه إلى المدينة. لكنه عليه الصلاة والسلام بدأ يتحسس لرجوع تلك العير من أجل أن يسيطروا على تلك القافلة وهي في طريق العودة من الشام إلى الحجاز، فبعث عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضوان الله عليهما إلى الحوراء على ساحل البحر الأحمر من أجل أن يتصنت الأخبار ويتحسس الأحوال. فلما علم هذان الصحابيان رضوان الله عليهما بأن العير في طريقها للعودة، رجع سريعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن ذلك لأصحابه: إن عيرا لقريش قد أقبلت من الشام، ف
فاخرجوا لعل الله ينفلكموها. فخف بعض أصحابه وتثاقل آخرون ظنا منهم أنه صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا. ومما زهدهم في الخروج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. يعني ما انتظر الصحابة من أجل أن يتهيأوا ويتجهزوا. وقد قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلك القافلة لا تقل قيمة ما فيها من بضاعة عن 50,000 دينار ذهبا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 312 رجلا من أصحابه لثمان خلون من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، بعدما استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ليصلي بالناس. هذه مهمته، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، من أجل أن يصلي بالناس. واستخلف أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه من أجل أن يسير أمور الناس في المدينة. ثم رد عاصم بن عدي واستخلفه على قباء والعالية، العالية التي تسمى الآن بالعوالي، حي معروف في المدينة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفع اللواء لمصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان بين يديه رايتان سوداوتان، إحداهما لعلي بن أبي طالب والأخرى لسعد بن معاذ الأوسي رضوان الله عليهم أجمعين. وكان مع المسلمين فرسان اثنان ليس إلا، أحدهما للزبير بن العوام والآخر للمقداد بن عمرو رضوان الله عليهما. فلما بلغوا بيوت السقيا النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الجيش، فأخرج صغار السن وردهم، أخرج عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وأسامة بن زيد ورافع بن خديج وسمرة بن جندب، هؤلاء جميعا وجدهم صغارا فردهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم إن أبا سفيان بن حرب كان رجلا فطنا لقنا، كان رجلا من الذكاء بمكان، ما كان يسير هكذا، وإنما كان يسير سيرا حذرا، وكان يتحسس الأخبار. فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أصحابه من أجل أن يستولوا على تلك العير، استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، وأرسله إلى مكة من أجل أن يستصرخ أهل مكة. فهذا الرجل سار يطوي الليل والنهار حتى بلغ مكة، ودخل على هيئة منكرة قد جدع أذني بعيره وأنفه وحول رحله وخلع ثوبه، ثم صعد على أبي قبيس يقول: يا أهل مكة، اللطيمة اللطيمة، هذه عيركم قد عرض لها محمد وأصحابه وما أرى أن تدركوها. فسارع كفار قريش للخروج لاستنقاذ تلك العير، وقد نفخ فيهم الشيطان نفخة حتى قال قائلهم: أيحسب محمد أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ والله لا يعلمنا غير ذلك، لا يعلمنا أننا نحن الناس. فخف القوم صراعا، ما تخلف إلا أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة في 4,000 درهم دينا كانت لأبي لهب عليه، قال له: هذا الدين قد أسقطته عنك، ولكن تخرج بدلا عني. وأراد أمية بن خلف الجمحي أن يتخلف، وسبب ذلك
أنه كان رجلا جسيما بدينا جبانا. وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى مكة معتمرا مرة من المرات، فرآه أبو جهل يطوف حول الكعبة، فجاءه ونظر إليه قال له: تطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه؟ فعلت أصواتهما وحصل بينهما شيء من شجار، فجاء أمية بن خلف وكان سعد حليفا له، قال له: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال له سعد: دعني منك، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. فها هنا أمية بن خلف ألقى الله الرعب في قلبه وقال له: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: واللاتي والعزى ما يكذب محمد، أقال لك بمكة؟ يعني قتلي سيكون مكة. قال له: ما أدري بمكة ولا في غير مكة. فلما سمع الصائح يصيح بالنفير تذكر ذلك الكلام فداخله الجبن، فأراد أن يبعث رجلا مكانه، فسمع بذلك شيطانان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. أما عقبة فحمل مجمرة، المجمرة التي يوضع فيها البخور، وأما أبو جهل فقد حمل مكحلة. فجاء كلاهما يقولان له: تجمر أبا علي فإنما أنت من النساء، والآخر يقول له: اكتحل فإنما أنت امرأة. فها هنا لما سمع هذا الكلام الجارح لرجولته الطاعنة في شجاعته تهيأ للخروج ومعه ابنه علي، لكنه قد أضمر في نفسه أن يسير معهم قليلا ثم ينخزل عنهم، لكن الله عز وجل ساقه لحتفه. ولو طويت الأحداث طيا أقول بأنه لما بدأت المعركة وقلبه في جناحي طائري، كما قال ربنا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكان هذا أكثرهم رعبا. مباشرة أول ما رأى عبد الرحمن ابن عوف قال له: يا عبد عمرو، وكان عبد الرحمن في الجاهلية اسمه عبد عمرو، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، قال له: يا عبد عمرو، فما التفت إليه، يا عبد عمرو ما التفت إليه، إلى أن قال له: يا عبد الرحمن، هذه دروعي وهذا سيفي وهذا مالي كله لك، خذني أسيرا. يعني قاتله الله يريد أن يضمن سلامته. فعبد الرحمن قبل ذلك وأخذ بيده وبيد ابنه علي أسيرين، لكن رآهما بلال رضي الله عنه، قال: أمية بن خلف عدو الله ورسوله، لا نجوت إن نجا. فقال له عبد الرحمن: يا بلال أسيري، يعني خلينا ننتفع به، أسيري. فقال: لا والله لا أدعو، يا أنصار الله هذا عدو الله. فجاء القوم، فعبد الرحمن قال لعلي بن أمية: أنجو بنفسك، اتصرف، ورمى بنفسه على أمية من أجل أن يحميه، لكن القوم تناوشوه بسيوفهم حتى أجهزوا عليه. وفي تلك المعمعة فقد عبد الرحمن الدروع والسيف، فكان يقول: غفر الله لبلال، فجعني في أسيري وفي دروعي وأسيافي، يعني ما وجدت شيئا. فالشاهد بأن قريشا خرجوا بقضهم وقضيضهم وخيلهم ورجلهم يريدون الصد عن سبيل الله. أبو سفيان ساحل بتلك العير حتى نجا، ما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما وصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى واد يقال له زفران، زفران قريبا من بدر، علم بأن العير قد أفلتت. ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام، علم بأن العير قد أفلتت، فجمع أصحابه
وقال لهم إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. وهذا معنى قول ربنا جل جلاله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، أي العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر المجرمين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بخروج قريش، أن قريشا قد خرجت للقتال، فأيقن أن الأمر صار غير الأمر الذي خرجوا من أجله. وها هنا أعمل صلوات ربي وسلامه عليه مبدأ الشورى، فاستشار أصحابه، فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم عمر فأحسن، ثم تكلم المقداد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ورواية الإمام البخاري: والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، مكان بعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعنينا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، يعني أنا أريد الأنصار يتكلمون، أريد أسمع رأيهم. لماذا؟ لأن الأنصار رضوان الله عليهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية في العقبة، بايعوه على أن يمنعوا مما يمنعون منه نساءهم وأزرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس بالذمم ما يريد أن يورط الأنصار في أمر ما استعدوا له، وكأنه يرى أن هذه البيعة تلزم الأنصار حال وجوده في المدينة لا حال خروجه منها. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسير بنا حيث شئت، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هؤلاء رضوان الله عليهم أهل وفاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يتسنط أخبار قريش، ركب صلوات ربي وسلامه عليه ومعه أبو بكر، حتى أدركوا رجلا من الأعراب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا سمعت عن محمد وأصحابه، وماذا سمعت عن قريش وجيشها؟ فقال له الرجل: ممن أنتما أخبراني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألناك أولا، فإن أخبرتنا أخبرناك. فقال الرجل: إنه قد بلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا من يثرب في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم بمكان كذا، للمكان الذي فيه جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرت بأن قريشا قد خرجوا في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم بمكان كذا، للمكان الذي فيه جيش قريش. ثم قال: ممن أنتما، يعني من أي القبائل، من أي الأماكن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. ثم انصرف سريعا ومعه أبو بكر، فطفق الرجل يقول: من أي ماء؟ أم ماء العراق؟ يعني بدأ الرجل يسأل نفسه
والنبي عليه الصلاة والسلام يتأول قول الله عز وجل: ألم نخلق من مهين فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، نحن من ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتصنت أخبار قريش، وكذلك أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام في رجال من المسلمين، فظفروا بغلامين من غلمان قريش، أي ممن يخدمون، أحدهم للعاص بن سعيد والآخر لأبي جهل ابن هشام. فجيء بهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وبدأ الصحابة يعني رجال الاستخبارات بدأوا في استجواب هذين الغلامين: لمن أنتما؟ فقالوا: نحن لقريش، جئنا مع الجيش. فطفقوا يضربونهما، لماذا؟ لأنهم أخبروا بشيء الصحابة ما يريدون سماعه، كما قال ربنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هم ما يريدون المعركة رضوان الله عليهم. فلما ضربوهما قالوا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انفتل من صلاته قال: إن صدقاكم ضربتموهما، وإن كذباكم تركتموهما، والله إنهما لقريش. يعني هم فعلا مع الجيش. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يستجوب الغلامين بنفسه. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أين القوم؟ قالوا: هم وراء ذلك الكثيب عند عدوة الوادي. قال عليه الصلاة والسلام: كم القوم؟ قالوا: ما ندري. قال: كم ينحرون في كل يوم؟ قالوا: يوما 9 ويوما 10، ينحرون 9 من الإبل يوما وعشرة يوما. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 إلى 1000، هكذا عددهم، قدر عليه الصلاة والسلام أنهم كذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه عند العدوة الدنيا، والعدوة أي طرف الوادي، كما قال ربنا جل جلاله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أي أنتم بناحية الوادي القريب إلى المدينة، وكفار قريش بالناحية البعيدة عن المدينة، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بالعدوة الدنيا حصلت مشورات حكيمة من أصحابه رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل مبدأ الشورى، لأن الله جل جلاله قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله إياه ما لنا منه بد، أم هي الحرب والخديعة والرأي؟ قال: بل الحرب والخديعة والرأي. فقال: ليس هذا بالمنزل، أرى أن ننزل بمكان كذا عند ذلك الماء ونغور ما سواه من الآبار فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما رأيته، الرأي ما رأيت. وها هنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع، وأن يقبل الإنسان الصواب ولو صدر ممن هو دونه مكانة وعلما وفضلا، ليس كما يصنع كثير من ساسة المسلمين الآن وقادتهم العسكريون، ربما يستبد أحدهم برأيه حتى يهلك أمة من الناس ولا يريد أن يتنازل عن شيء مما رأى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مشورة الحباب. وكذلك سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا تكون فيه، نضع عنده ركائبك، يعني التي تركب عليها، فإن أظهرنا الله كان الذي نحب، وإن كانت الأخرى جلست على بعض ركائبك فلحقت بالمدينة،
فإنا قد خلفنا بها قوما والله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل تلك المشورة، وهي مشورة حكيمة، بأن القائد ينبغي أن ينأى عن مواطن القتال، لأنه إذا فقد أو إذا قتل فسرعان ما ينفرط عقد الجيش وسرعان ما تحل الهزيمة. القائد يكون في مكان يستطيع من خلاله أن يوجه القتال وأن يغير في الخطة، وفي الوقت نفسه يكون في مأمن من الخطر. وقد فاتني أن أذكر بأن المسلمين خرجوا في حال من الضعف في العدد والعدد، فما كانوا سوى 310، وما كان معهم سوى فرسين، هذا قد ذكر، وكان كل 3 يعتقبون بعيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، ولم يعني واحد يركب واثنان يمشيان، والنبي عليه الصلاة والسلام سرى عليهما سرى على الناس. أيها الإخوة الكرام، تصاف الجيشان وارتحلت قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم ينحدرون كالسيل من ذلك الوادي، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى في منامه رؤيا، رأى أولئك المشركين قليلا عددهم ضعيفا بأسهم، كما قال ربنا جل جلاله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سبحانه وتعالى، الصحابة شجعان أبطال، لكنهم بشر كسائر البشر، أراد الله جل جلاله أن يثبت قلوبهم وأن يربط على أفئدتهم، ولذلك أرى نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين قليلا عددهم. وكذلك لما اصطف الجيشان، الله جل جلاله أرى أولئك المشركين في أعين المسلمين قليلا عددهم، كما قال جل من قائل: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. المشركون يرون المسلمين مثليهم، يرون المسلمين مثلي الكافرين. إذا كان الكفار 1000 رأوا المسلمين وكأنهم 2000. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر أقول لصاحبي، يعني الذي كان بجواري، أقول لصاحبي: أتراهم 70؟ فيقول لي: بل لعلهم 100. يعني مختلفون، واحد يقول هم 70 والثاني يقول هم 100. هذا من صنيع الله عز وجل لتثبيت قلوب المؤمنين. ثم كان من صنيع الله جل جلاله أن وقع تخاذل في صفوف المشركين، فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قبل ذلك المشركون أرسلوا عمير بن وهب الجمحي، وكان متزوجا من أخت صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي. قالوا له: اذهب فانظر وأتنا بخبر القوم. فذهب الرجل وطاف بعسكر المسلمين ثم رجع فقال: القوم دون 1000، القوم دون 1000، ولكن دعوني أنظر ألهم كمين أو مدد. فذهب ناحية الوادي ثم رجع، قالوا: ما رأيت. فأجر الله على لسانه كلمات، نسأل الله العافية، قال لهم: رأيت البلايا تحمل المنايا.
نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. رأيت قوما والله ما لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله لن يموت رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. يعني لو أن هؤلاء كل رجل منهم قتل لكنه قتل منا رجلا فما خير العيش، ستكون هناك مقتلة عظيمة. وهذا الأمر كان بمثابة البيان العسكري الذي يفت في عضد القوم. ها هنا ألقى الله الرعب في قلوبهم. مشى حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان إذ ذاك كافرا، مشى إلى عتبة بن ربيعة قال له: يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيدها وصاحب الرأي فيها، هل لك في خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال له: وما ذاك؟ قال: احجز بين الناس، تحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي، وتحمل ماله الذي أخذه محمد وأصحابه. فقال له عتبة: قد فعلت، ولكن عليك بابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني أخاف ألا يجسر أمر الناس غيره. يعني لو في خراب هيكون من أبي جهل. فمشى حكيم بن حزام إلى أبي جهل وكلمه بالذي كان، فقال: بل انتفخ والله سحره، أي انتفخت رئته خوفا. عتبة ابن ربيعة جبان خائف، هكذا يقول أبو جهل، وإنما قد خشي على ولده أبي حذيفة ابن عتبة. ثم بعد ذلك أبو جهل قاتله الله، قال كلمة، قال: والله لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف القيان، فلا تزال العرب يهابوننا. ثم بعد ذلك أمر عامر بن الحضرمي، وهو أخو عمرو بن الحضرمي الذي كان قد قتل في سرية عبد الله بن جحش، أمره بأن يحسر عن رأسه وأن يصرخ، فقال: وعمراه وعمراه. ها هنا ذكر الكفار بالثأر لصاحبهم الذي قتل. وخاطر بعض المشركين، بعض المشركين، وكان اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وهو أخو أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، قال: لأعاهدن الله أن أشرب من حوض المسلمين. المسلمون كانوا قد أقاموا حوضا يحفظون فيه الماء، يقول: أيها الإخوة الكرام، حصلت مخاطرة من بعض المشركين، وهو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، حيث قال: لأعاهدن الله أن أشرب من حوضهم أو أهدمه أو أقتل دونه. فجاء من أجل أن يقتحم هذا الحوض، يعني من باب التحدي والفت في عضد المسلمين، فتصدى له أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمزة بن عبد المطلب، فقطع ساقه. فالرجل بدلا من أن يرجع ما زال يزحف من أجل أن يبر بقسمه وقد أيقن بالهلاك، فكر عليه حمزة رضي الله عنه فقطع رأسه. ها هنا لما رأى الناس الدم سارت في عروقهم دماء الجاهلية ونعرة الجاهلية وحمية الجاهلية، وأرادوا أن يبدأوا المعركة، فخرج ثلاثة من الصناديد: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يدعون للمبارزة من أجل أن يبدأوا المعركة بالمبارزة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار عليهم من الله الرضوان، قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: فلاننا فلاننا فلان. فقالوا: أكفاء كرام، لكننا نريد بني عمومتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قم يا حمزة
قم يا علي، قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث بن المطلب، يعني رجلان من بني هاشم حمزة وعلي، ورجل من بني المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب بنو عمومة. فخرج أولئك الثلاثة، أما حمزة رضي الله عنه فقد كر على شيبة فقتله، وأما علي فقد كر على الوليد فقتله، وأما عبيدة وعتبة فقد اختلف ضربتين لكل منهما، فكر حمزة وعلي على عتبة فأجهز عليه وحمل صاحبهما عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه، حمل جريحا فوسده رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدمه، فقنع بذلك رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، وددت لو كان أبو طالب حيا حتى يعلم أنا أحق منه بقوله، ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. القصيدة المشهورة: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل. فعبيدة رضي الله عنه ما لبث أن انتفض عليه جرحه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لشهيد وأنا على ذلك شهيد. شهد له صلوات ربي وسلامه عليه بأنه شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام عدل صفوف الجيش، وكان من ذلك خبر سواد بن غزية رضي الله عنه المعروف، لما طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بقضيب في يده حين رآه باديا من الصف، فقال: أوجعتني يا رسول الله، وإني أريد القود، يعني أريد القصاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه القضيب وقال له: استقد يا سواد، يعني خذ بحقك. فقال: يا رسول الله، طعنتني وبطني حاسرة، أي مكشوفة. فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فجاء هذا الرجل ويمرغ وجهه في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، وإني لأرجو الشهادة، فأحببت أن يكون آخر العهد بك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وصى المشركين، قال: لا تبدؤوهم بقتال حتى آمركم، وإن أنا قلت وصى المشركين، يعني نعم، وصى المسلمين، قال لهم: لا تبدؤوهم بقتال حتى آمركم، وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبال. وهذه حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم بأن المسلمين قليل عددهم، ولذلك ليس مناسبا أن يكونوا هم المهاجمين، لا، ينتظرون جيش المشركين إلى أن يختلطوا بهم فينضحوهم بالنبال ويعملوا فيهم سيوفهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حرض المسلمين بتلك الكلمات، قال لهم: والذي نفسي بيده، لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال لهم: وإن الثبات في مواطن البأس مما يفرد الله به الهم ويزيل به الغم، إني لأرى الجنة. فقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه، عمير بن الحمام بضم الحاء، قال له: يا رسول الله، الجنة؟ بخن بخن. قال له: وما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إي والذي نفسي بيده. فألقى رضي الله عنه تمرات كنا في يده، ثم دخل في صفوف القوم وهو ينشد ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، وكان رضي الله عنه أول شهيد في ذلك اليوم، عمير ابن الحمام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة بدأت المعركة، وتقوم
تغلبت القوة الروحية على القوة المادية. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من تراب ورمى به في وجوه المشركين وهم مقبلون على المسلمين وقال شاهت الوجوه، فما بقي منهم رجل إلا وقد أصابه من تلك الرمية شيء. قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. من القوة الروحية أن الله جل جلاله قد أمدهم بالملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقد اختلف أهل العلم هل كان من الملائكة قتال أم أنهم نزلوا فقط لتثبيت قلوب المؤمنين، فمن قالوا نزلوا للتثبيت استدلوا بهذه الآية وما جعله الله إلا بشرى لكم. والصواب والعلم عند الله تعالى أن الملائكة قد حصل منهم قتال، لأن الله جل جلاله قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبعض المشركين لما أسلم سأله بعض المسلمين قال له يا عمي كيف كان الرعب في قلوبكم يوم بدر؟ فقال له والله يا ابن أخي ما أدري ما أقول لك. ثم أخذ حجرا فوضعه في إناء ورجه، قال له أتسمع؟ قال نعم. قال هكذا كانت قلوبنا، يعني ما استطاع أن يعبر باللفظ عن الرعب الذي أدخله الله في قلوبهم. وأيضا من كان من جميل صنع الله بهم أنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء. إذ تستغيثون ربكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. صحابة رضوان الله عليهم أنزل الله عليهم نعاسا من أجل طمأنة القلوب لئلا يضطربوا، حتى إن بعضهم كان يسقط سيفه من يده. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لأن الصحابة بعضهم كان قد أصابته جنابة، فالشيطان وسوس لهم بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله وأنكم مجاهدون في سبيل الله وقد أصابتكم جنابة، فالله عز وجل أنزل من السماء ماء شربوا منه واغتسلوا وملأوا أوعيتهم وسقوا أنعامهم ولبد الأرض تحت أقدامهم. بينما كان المطر في ناحية المشركين كثيرا غزيرا جعل الأرض تميد من تحت أقدامهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بدأ القتال ما اكتفى بأن يكون في العريش ومعه أبو بكر، بل خرج صلوات ربي وسلامه عليه يشارك في القتال بنفسه، كما قال علي رضي الله عنه ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يثب في درعه يهد المشركين بسيفه هدا وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فما عرفت تأويلها إلا يومئذ. وكان من حسن سياسته صلوات ربي وسلامه عليه أنه وصى ببعض المشركين ألا يقتلوا. قال من وجد إنه قد بلغني أن ناسا من بني هاشم قد خرجوا مستكرهين، فمن وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتلنه، ومن وجد أبا البختري بن هشام فلا يقتلنه. وبدرت من رجل من المسلمين كلمة وهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، قال نقتل آباءنا
وإخواننا وندع العباس والله لئن رأيته لألحمنه السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، عنق أبي حذيفة، فإنه قد نافق. يعني كلامه هذا يعني فيه إساءة وكلام لا يليق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل دعه. ودعا له بخير، دعا لأبي حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سابقة الرجل وجهاده. وسبحان الله، بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا حذيفة كئيبا حزينا قد تغير وجهه، فقال له: يا أبا حذيفة، لعله قد ساءك ما أصاب أباك، لأن أباه كان قتيلا مجندلا. فقال: لا والله يا رسول الله، ولكني كنت أرى لأبي حلما وعقلا ورأيا، وكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما أصابه ما أصابه ومات على الكفر حزنت لذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ورغم ذلك، أبو حذيفة رضي الله عنه كان يتذكر تلك الكلمة التي قالها: لئن رأيت العباس لألحمنه السيف. فكان يقول: والله ما أرى أن يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله. وفعلا استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب ومن معه من كفار بني حنيفة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعباس وببني هاشم لأنهم كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا عيونا له في مكة. وأبا البختري ابن هشام كان قد سعى سعيا جميلا في نقض الصحيفة الظالمة التي علق المشركون في الكعبة من أجل أن يقاطعوا المسلمين. وفي معركة بدر كان هناك مثل عليا للإيمان، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، تصدى له أبوه لقتله فقتل أباه. أبو بكر رضي الله عنه رأى ولده عبد الرحمن يدعو للمبارزة، فخرج رضي الله عنه يريد أن يبارزه، قال: يا رسول الله، دعني أكون في الرعلة، أي في الرعيل الأول من المقاتلين أو من الشهداء. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أمتعنا بنفسك. عمر بن الخطاب قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قتل أخاه. ومصعب ابن عمير رضي الله عنه كذلك قتل أخاه. وفي هؤلاء أنزل ربنا جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم كان للنبي صلى الله عليه وسلم موقف إنساني كريم، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بصناديد الكفر الذين قتلوا وكانوا 70، أمر بهم عليه الصلاة والسلام، فغيبوا جروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. ثم قام عليه الصلاة والسلام عليهم وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. اللهم إلا ما كان من أمية بن خلف لعنه الله
فإنهم لما ذهبوا يجرونه وجدوه قد انتفخ حتى ملأ درعه وقد تزايل لحمه، يعني بدأ لحمه يتساقط، فغيبوه في التراب في مكانه، يعني ما جروه مثلما جروا غيره. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضوان الله عليهما إلى المدينة بشيرين بالنصر، فعلت اليهود كآبة، وكانوا قد أشاعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأن المسلمين قد انهزموا. فلما جاء هؤلاء المبشرون بالنصر قال اليهود: والله لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما جاء البشير بالنصر كان عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان في بقيع الغرقد يدفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر بعدما انتهت تلك المعركة وجد ابنته رقية رضي الله عنها قد توفاها الله، فضرب لعثمان رضي الله عنه بسهم رجل قد شهد بدرا، ضرب لعثمان بسهم رجل قد شهد بدرا. ولذلك حين يختلف كتاب السير هل كان عدد من شهدوا بدرا من المسلمين 310 أو 313 أو 315 أو 310، فإنما بعضهم يحسب أبا لبابة بن عبد المنذر الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحسب عاصم بن عدي، وبعضهم يحسب عثمان بن عفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخلف من أجل أن يمرض رقية رضي الله عنه. على كل حال أيها الإخوة الكرام، هذا موجز لما كان في ذلك اليوم العظيم الذي سماه الله عز وجل في هذه السورة يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وبعد ذلك إن شاء الله نعرض لآيات هذه السورة آية آية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وأن يجزي أصحابه عن الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.